عايزين تسمعوا نكتة، بس نكتة سخيفة شوية دمها تقيل. بيقول لك انه في زي مسابقة كده اتعملت للدول، ترتيب الدول الأكثر فسادا، في 177 دولة تصنفوا، مصر ترتيبها رقم كام بقى في الدول الأكثر فسادا في العالم؟ 94. من الأهرام، الحكومة تعترف أمام لجنة برلمانية مصر تحتل المركز 94 عالميا في الفساد و55 ألف تشريع. أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن مصر في مؤشر الفساد الإدراكي رقم 94 من بين 177 دولة على مستوى العالم، نافياً أن يكون برنامج الحكومة إنشائياً، مؤكداً أن وراء كل بند من بنود برنامج الحكومة تفاصيل كثيرة بها إجابات وافية لاستفسارات النواب. جاء ذلك في اجتماع لجنة الإصلاح الإداري المنبثقة من اللجنة البرلمانية العامة للرد على بيان الحكومة، والذي حضره وزراء المجموعة الاقتصادية وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية لمناقشة النواب في برنامج الحكومة. وتطرق الحديث لعدد من الملفات على رأسها الفساد وقانون الإدارة المحلية وأداء المحافظين. وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط: مصر بها ما يقرب من 55 ألف تشريع ما يحول دون اتخاذ القرارات بشكل سليم، وبناء عليه هناك آلاف القضايا في مجال